اسمع برجك اليوم شي يقول. والله الحالة العامة المفروض واضحة، لأن الجو يقول إن للمكشر وعاقد نونتا مو مكانك الحين. الجو يخلي الإنسان دائما في حالة فرح وسعادة وسرور، ويساعد إن الإنسان يكون دائما in a good mood. عشان كذي حالة الأبراج العامة بشهر ديسمبر، فخلكم مستعدين، لأن ديسمبر by the way it's the last chapter this year، يعني chapter number 12 2023. فأنا بنقول لكم شنو رح يكون حالتكم العامة في هذا الشهر. والعظماء مولودين في شهر 12. yes. العظماء الكشخة المميزين. أنا أشهد. اللي الله يحفظنهم ويحفظنا ويحفظني. yes. بس حبيت أقول وإحنا يعني وإحنا رح نمر الرحلة هذه الجميلة. ذكريني إن نطالع كل ما نقول شيء نطالع حذر. أوكي. خلاص. نعم. لكن إحنا راح نكون وايد لطيفين وجميلين معكم أكيد في بداية هذا الشهر. إن شاء الله يا ربي شهر يكون خير عليكم. شنو حالتكم العامة في شهر ديسمبر يا الأبراج؟ كالعادة برج الحمل. مش رايكم إن أنا راح أدلعكم، لأن أنا أحب شهر 12. وضعك ممتاز، جيد، مو همك أحد. برافو، خليك ماشي في هذا المود. جميل جدا. برج الثور، كلكم ركزوا على الحذر، كلنا نركز على الحذر. أي حاطة إنه شك وغيرة، هذا وضعكم راح يكون في ديسمبر. حالتكم يا برج الجوزاء، أنتوا في حالة لطف وعلاقات اجتماعية. أما برج السرطان فحالتك ترى بشهر ديسمبر لازم تدير بالك، لأن تفكيرك الزايد ترى ما رح ينفعك. Just chill. برج الأسد، يا أسد، أنت في ديسمبر راح تكون مميز، لأنك أنت راح تكون ملفت للأنظار. ملفت للأنظار. أشوف. نعم. العذراء، أنت محتاج الاهتمام والاحتواء. ميزان يا ميزان، أعتقد أن أنت دائما في حالة وضعية الستيبل، وأنا وايد أحبك لأن أنت دائما البرج الرزين. فحالتك في شهر ديسمبر أن أنت هالشهر لك عليك شوية، فعشان كذي قاعد نمدحك عشان ترد مرة ثانية على الرايت تراك. قاعد تضيع وقتك وايد بدون لا تخطيط ولا تفكير، ترى أنت في بداية الشهر. جميل. برج العقرب، هذا مو بس ديسمبر، أنت بشهر واحد لهالشهر هذا. أنت دائما فيك ملل ومالك خلق شيء. أما القوس، مخلي الناس كلها على جنب ولا هي بعيد ميلاده، ما لهم صراحة، لأن شهر شهر هم يستاهلون. أما برج السكرة المارشميلو، برج الجميل الأنيق اللي ما في مثله، برج الجدي، حدك أنت وأنا أعطيك يعني شاوت أوت بصراحة، لأن هذا أنا وضعي حاليا. يبي يخلص السنة بسرعة وقاعد يحسب الأيام. اعتراض objection. ليش الحين برج القوس شهر ديسمبر لا هي بعيد ميلاده وأنا بديسمبر أكون ولا هي بعيد ميلادي؟ إيه؟ انا من الحين اقول لكم قاعده افكر اخر السنه شنو بسوي. اي لا، انا وشون بتسوي اخر السنه يعني؟ انا يلا خلص السنه، يلا يعني ready for new goals، يعني كذي achievements، اشياء جديده. يلا لاحظ احنا نبي مع القوس، عرفت؟ صح. جدي ترى هم احنا شرفنا ايش نسيتين، انا نسيت شهر واحد. ايه عشان احنا 12. انا 12، احنا واحد شلنا عشان كذي. ايه فهمت. واضحة. دلو انت صراحة من الشغلات اللي انا وايد احبها، سواء بشهر 12 شهر 1، انت ما تفكر بشيء، مصفي بالك. اما برج الحوت، فانت في حالة روتين وحالة صمت. والله زين اذا هو داش بحالة الروتين والصمت. سارة ودي اقولها الحوت على روتين. بس اخر برجين ان الانسان ما يفكر بشيء وحالة صمت، هذه امنية من امنياتي. والله تكفون علموني.